وللحديث أكثر عن تظاهرات الطلاب المتواصلة في السليمانية لليوم الثالث على التوالي وأسباب وتداعيات هذه التظاهرات، معنا من كردستان الأستاذ مراد كردستاني عبر الخط الهاتفي من السليمانية تحديدا، وهو مدير مركز المستقبل للسياسات وناشط في التظاهرات. أستاذ مراد، مرحبا بك معنا. سيد مراد، تسمعني؟ يبدو أن الأستاذ مراد لا يسمعني بشكل جيد. إذن نرحب بالأستاذ حسين السبعاوي، الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك معنا أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله. هذه المرة تظاهرات للطلبة وفي السليمانية تحديدا، وبمطالب خدمية أساسية للطلبة في الحقيقة على أبواب فصل الشتاء. لماذا برأيك هذا التقصير حتى مع هذه الشريحة المهمة؟ تحية لكم ولمستمعيكم ومشاهديكم الكرام. أنا أعتقد العراق بعمومه من جنوبه إلى شماله هو يعيش حالة من السخط وحالة من عدم الرضا للإدارات اللي موجودة، وإقليم كردستان يعني لا يستثنى عن بقية المحافظات العراقية الأخرى. فالمطالب الطلابية لحد الآن هي مطالب إدارية مالية لتخصيصات الطلبة. أعتقد على حكومة إقليم كردستان عليها الاستجابة لهذه المطالب قبل أن تتوسع إلى مطالب أخرى، خصوصا أنه أنا تابعت الإعلام المركزي للحكومة المركزية وبعض والإعلام الطائفي أنه أخذ مسبقا منحا آخر للتظاهرات، ونسوا أنه كيف تعاملوا مع تظاهرات في بغداد ووسط وجنوب العراق. هذه الازدواجية ليست هي الطرح الحقيقي لتظاهرات كردستان. تظاهرات كردستان نعم طلبة يطالبون بحقوقهم، لكن علينا أن ندرك أنه هل هذه الحقوق موجودة في بغداد وبقية المحافظات عندما يكون تخصيصات مالية للطالب 100,000 دينار؟ ليعلم أنه الطائفيين وغيرهم أن هذه أصلا الطالب العراقي لم يعلم بها، وهي موجودة ضمن الموازنة العراقية. فمن حق الشباب في كردستان أن يخرجوا ويطالبوا بحقوقهم، والإقليم ليس استثناء عن بقية المحافظات، لكن علينا أن نضع هذه التظاهرات في مسارها الطبيعي في مطالبها الحقيقية، وممكن أن يرتفع سقف المطالب إذا لم يكن هناك استجابة. نعم، هذا أمر مهم، وخاصة أنه الاستجابة كانت كما هو متوقع بالقمع والملاحقة وربما بأشياء أخرى تستخدمها القوى الأمنية تجاه هؤلاء الطلبة. هل توقعتم هذه الطريقة في التعامل مع طلبة الجامعات؟ نعم، متوقع أنه نحن في دول العالم الثالث، هذا المعاملة مع المتظاهرين هي متوقعة ولا يوجد غيرها. ممكن أن يرتفع أيضا مثل ما نتوقع سقف المطالب أن يرتفع، كذلك نتوقع سقف القمع أيضا ممكن أن يرتفع. لا ننسى نحن لسنا في دول مثل بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية اللي يعني لديها حقوق الإنسان، مراعاة حقوق الإنسان، وقوات الأمنية مدربة على حقوق الإنسان. نحن في عالم ثالث، بالتالي والعالم العربي عموما والعراق يعني خصوصا على وجه الخصوص، فبالتالي كل شيء وارد وكل شيء متوقع. لحد الآن الحمد لله لا يوجد ضحايا يعني في التظاهرات. نعم هناك حالات اختناق، هناك حالات إصابة، المظاهرات كانت كثيفة في السليمانية. المقصد أستاذ حسين أنه لماذا لا تلجأ السلطات إلى التفاهم والحوار مع هذه الشريحة المهمة من الشعب العراقي؟ بمعنى أنه كان هناك مساحة دائما لهذا الحوار أفضل من أن يقوموا بملاحقة وبضرب وبأسلوب أمني معتاد هؤلاء الطلاب. هناك سبب، يعني السبب الأول هو الفساد، الفساد المستشري في مؤسسات الدولة العراقية وكذلك في الإقليم. الفساد هو سبب خروج هذه التظاهرات، لأن هذه الأموال هي مخصصة لهم، لماذا لم تصرف؟ إذا حالة فساد موجودة. نعم. النقطة الثانية هي طبيعة القوات الأمنية العراقية عموما بكردها وعربها وغيرها، كل هذه هي تتعامل بهذه الطريقة مع المواطن العادي. وكيف بالمواطن الذي يتظاهر؟ لحد الآن الحمد لله كما قلنا أنه لا يوجد طرف ثالث، وهذا أخطر ما في التظاهرات.
يعني اذا دخل مما يسمى بين قوسين الطرف الثالث، هذه قصه يعني تدخل في دوامه. ولهذا السبب على حكومه اقليم كردستان الاستجابه لهذه المطالب الطلابيه وتخصيصاتهم الماليه او ايا كانت المطالب، بدل توسعه التظاهرات. وهناك الكثير من يتربص بحاله الاقليم خصوصا في المدن الجنوبيه، يعني لاحظنا اعلامهم مقيت، تسويقهم للحدث غير منطقي وغير مهني، على خلاف مثل قناتكم القنوات الاخرى تنقل الحاله كما هي وتوصفها كما هي. لكن هناك احنا لاحظنا بعض الجهات كانما هي متشفيه وبالغت في الطرح، سواء بالغت في المطالب ام بالغت في التعامل القوات الامنيه مع المتظاهرين في الوقت الذي هي قتل على ايديهم الالاف، ولم يعترف الى حد الان ولم يحاكم واحد من القتله. على اي حال انه نقول هناك مطالب محقه للطلبه، هناك حكومة عليها أن تستجيب. الحل الأمني ليس حلاً لكل المشاكل. متظاهرو تشرين خرجوا أيضاً في بغداد ومدن عراقية أخرى للتضامن ومساندة هؤلاء المتظاهرين في السليمانية. إلى أي مدى ترى بأن هذا التكافل والتواصل المعنوي بين المتظاهرين في كافة مدن العراق ولكافة المطالب المشروعة أمر يشكر ويحمد لهؤلاء المتظاهرين؟ نعم، لأن هي المشكلة واحدة، المشكلة واحدة، هي مشكلة الفساد والتعامل مع التظاهرات. فبالتالي الفكرة تتمدد المستوى، يعني لو لاحظنا التظاهرات تشرين كانت أيضا بدأت بالشباب وبالطلبة وتوسعت سواء في المدن الأخرى، توسعت جغرافيا أم على مستوى عمودي بالمطالب. فكذلك في كردستان الآن نفس الشيء، الطلبة والفئة الشبابية هي التي تتظاهر، ولانه المطلب واحد والمشكله واحده، فبالتالي اكيد يتضامن الشباب في الجنوب وفي وسط العراق مع مطالب شباب كردستان الاقليم. نعم، هل تعتقد بان هذه التظاهرات كشفت عن واقع اكثر صعوبه وتعقيد في السليمانيه؟ اعتقد هذا الواقع اللي موجود في السليمانيه وفي مناطق اخرى، هو يعني حاله الاحتقان هي موجوده، ليست وليده اليوم. حالة الاحتقان موجودة، لاحظنا قبل مدة كيف الشباب الأكراد اللي هاجروا إلى بيلاروسيا من سوء الإدارة وسوء وقلة الأعمال وضنك العيش، كل هذه هي سببا. فبالتالي هي أحيانا تكون هناك شرارة وبعدها يخرج كل ما هو مخزون من إرهاصات وكل ما هو حالة من الاحتقان اللي موجودة. فهذه أنا أعتقد هي بداية إرهاصات قديمة موجودة في سليمانية. أشكرك جزيلا الأستاذ حسين السبعاوي الباحث والكاتب السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.